ايبي جيمينج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يعتبر ابطال تحقيق، خلاص الفتره الجايه كلها هتبقى تحقيقات، لان لاحظت الصراحه ان انتوا يعني وحشتكم قوي السلسله دي. ودلوقتي يا ابطال زي ما انتوا شايفين انا فاتح حساب ايفل ديفل 365. الحمد لله يا ابطال الحساب رجع وعرفنا مشكلته ايه، وتقريبا كان مقلب من لعبه روبلوكس عشان يعني الهالوين وكده. ودلوقتي يا ابطال جاي معايا بقى فيديو من سلسله قصص المتابعين. اكيد طبعا انتوا نسيتوها، لان انا يعني طبق بقالي شهر كامل مش بنزل عليها فيديو خالص، لان انا ابطال اخر فيديو نزلته يعتبر من شهر. حتى ابطال كنت كتبت عندي في المنتدى، كنت كتبت ازيكم يا ابطال، ايه رايكم نعمل سلسله جديده نسميها قصص المتابعين. وصراحه ابطال لقيت عليها اقبال جامد جدا، وناس كتير قوي كتبت لي القصص بتاعتها وكده على الانستجرام. فجمعت كام قصه ويعني من كام شخص وحفظتها عندي في ملف وقلت هعمل لها فيديو. فبما اننا ابطال احنا نرجع بقى لسلسله التحقيقات، فيلا بينا نفتح يا ابطال الملفات ونشوف الابطال كاتبين ايه. معايا قصه من منى شاكر بتقول لي كنت بلعب مره روبلوكس مع صاحبتي اسمها شمس، وكنت لسه جديده في اللعبه وهي كمان كانت جديده. بتقول وكنا بنلعب ماب تايكون ولقينا حد ما نعرفوش بيقول هاي منى هاي شمس، واحنا كنا مستغربين هو عارف اسمنا ازاي. كنت ساعتها بكلم شمس مكالمه وبنلعب في نفس الوقت، قالت لي لا معرفوش، ولما سالنا انت مين هو ما ردش علينا وطلع، وانا وشمس خفنا جدا. بصراحه ابطال الموضوع ده بيحصل بردك مع ناس كتير، بس انا شايف ان الموضوع عادي، لان انتوا اكيد مسمين مثلا اسم حساباتكم مثلا لشمس او منى او محمود او محمد، يعني اي حاجه اكيد طبعا هيروح يبص الحساب يشوف اسمه ايه وهيناديك باسمه. ولكن يعني ما اظنش ان هو يقدر يعرف اسمك الحقيقي لو انت خافي اسمك او مثلا كاتب مثلا نيك نيم او اسم مستعار. تعالوا ابطال نكمل القصه. وفي اليوم اللي بعده جيت ادخل على حسابي لقيته بيقول لي ان كلمه السر غلط، وساعتها عرفت انه اتهكر، وجربت مرات كتير ان افتحه وما كانش بيفتح، وعملت اكونت تاني وبلعب عليه بقالي دلوقتي اكتر من سنه. وحساب التاني بعد ما اتهكر بكام شهر جربت افتحه ولقيته فتح، واستغربت جدا مع اني متاكده انه ما كانش بيفتح. ودي كانت قصتي في روبلوكس الغريبة. بصراحة انا القصة دي بسمعها برضك كتير، ان يكون حد يدخل ومجرد ما الشخص ده دخل خلاص كده هكر حسابك. انا مش عارف ده بيكون لاج في لعبة روبلوكس، بس هو الغريب في القصة دي الصراحة ابطال ان هي اصلا ازاي الحساب فتح بعد سنة تقريبا. مش واخد بالي الصراحة، يعني المفروض يا ابطال الحساب يعني طبعا حساب نوب جيمز خلاص دلوقتي انا داخل على السنة مش عارف افتحه خلاص، لان انا مش عارف مين اللي هكره ولا مين اللي داخل عليه. ولكن الحساب ده اصلا كان معمول عشان الهاك، لكن الحسابات بتاعتكم اللي انتوا بتلعبوا بيها دي يعتبر ابطال بتستخدموها مثلا بتدخلوا في مبات، معرفش بتلعبوا ايه، بتكلموا اصحابكم، بتصادقوا مثلا الناس انتوا عايزينها كده. ولكن الحسابات اللي انا بعملها دي اللي هي حسابات التحقيقات بتكون يعني خطر جدا. فبتقول احب اقول اخر حاجه، استمر يا ايبي جيمنج، انت محقق اسطوري، وان شاء الله قبل نهايه السنه توصل 100,000 مشترك. شكرا بجد يا منى على القصه الجميله دي، واتمنى ابطال اي بطل من الابطال عنده قصه وعايز يحكيها لي هيلاقي دلوقتي حسابي على الانستا هيظهر لكم قدامكم دلوقتي على الشاشه. ادخل على حسابي جهز قصتك يا بطل وابعتها لي، عشان باذن الله هنستمر في السلسله دي الفتره الجايه. فبس كده يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله اوه.